تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لوضع حلول عاجلة لتخفيف الازدحامات المرورية وزيادة انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق الرئيسية في المملكة، باشرت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأعمال تطوير دوار شارع ولي العهد، وذلك ضمن برنامج المشاريع التحسينية العاجلة لتخفيف الازدحامات المرورية في المناطق الحيوية. استمرارا لتنفيذ توجيهات سمو ولي العهد في تطوير شبكة الطرق في المملكة، تعمل وزارة الأشغال جاهدة في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات لتنفيذ المشاريع التنموية التي من شأنها تخفيف الازدحامات المرورية في المناطق الحيوية. ومن أبرز هذه المشاريع دوار شارع ولي العهد، حيث سيسهم هذا المشروع في اختصار زمن الرحلة وزيادة الطاقة الاستيعابية وتسهيل وصول الأهالي إلى مناطق سكنهم في منطقة عالي وسلمى باد. احنا نتحدث عن مشروع ربما يكون صغير بحجمه، ولكن سيكون كبيرا في الأثر البالغ الذي سيتركه على شبكة الطرق. هذا الالتفاف العكسي للقادمين من المنامة على شارع الشيخ خليفة بن سلمان، وإن شاء الله مرورا بجانب الدوار أسفل الجسر باتجاه المنامة شمالا. المشروع راح يكون له أثرين رئيسيين. الأثر الأول هو خلق حركة متدفقة دون انقطاع للدوران العكسي للقادمين من المنامة على شارع الشيخ خليفة بن سلمان ورجوعا إلى المنامة ومناطق عالي وسلمى باد، وأيضا راح ينتج عن هذا المشروع تقليل حجم الحركة المرورية على الدوار، والدوار كما نعرف أسفل الجسر يعاني من اختناقات مرورية بسبب حجم الحركة المرورية. هذا التقليل راح يعطي ارتياح أكبر للدوار وللإشارة الضوئية للتعامل مع حجم الحركة المرورية، وبالتالي تقليل حدة الاختناقات على كل الجوانب والاتجاهات باتجاه الدوار. في ثلاث جوانب أخرى مهمة في هذا المشروع. الجانب الأول هو المدة. مدته من الآن إن شاء الله راح تكون 3 أشهر، ربما أقل، اعتماداً على التحديات اللي راح نواجهها. عندنا همة وإصرار على أن ننجز المشروع قبل هذه الفترة. الجانب الآخر هو أن العمل راح يتم بمعزل عن الحركة المرورية القائمة، وبالتالي لن يؤثر سلباً على تدفق السيارات في الدوار أسفل الجسر. الطاقة الاستيعابية لمسار الدوران العكسي على هذا الشارع من المؤمل أن تصل إلى 800 مركبة في الساعة، ليساهم هذا المشروع في تخفيف الازدحام المروري الحاصل على تقاطع شارع الشيخ خليفة بن سلمان وشارع عيسى بن سلمان للمرور المتجه إلى مدينة عيسى وسلمى باد. توفير مسار للدوران العكسي للحركة المرورية من شارع الشيخ خليفة بن سلمان من المؤمل أن يساهم هذا المشروع في تخفيف الازدحام المروري الحاصل على هذا الطريق. قولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.